بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم مع بعض يا شباب في الفيديو ده عن ديزاين اوف كومبريشن ممبر، تصميم الاضلاع المعرضه لقوه الضغط. يا شباب موضوع قريب شويه من الديزاين اوف التنشن، بس مع اختلاف حاجات بسيطه. يعني لو انت خدت بالك في التنشن يا شباب، كان طول الممبر ما يفرقش معايا في حاجه، يعني سواء كان الممبر ده طوله مثلا كبير او صغير مش فارق معايا في حاجه، كان الاف تنشن دايما ثابت ب 58 اف يلد. الاختلاف هنا يا شباب ما بين التنشن والكمبريشن في الالاوبل ستريس اللي احنا كنا بنجيبه من الكود. الاوبل ستريس الاجهاد المسموح به في الضغط بيكون اقل يا شباب من المسموح به في الشد. بسبب ايه بقى؟ المنبر بتاعك يا شباب منبر نحيف، منبر ضعيف، ممكن يحصل له باكلنج زي ما الدكتور محمد وضح لكم في الفيديو بتاع المحاضره. ممكن يحصل باكلنج المنبر ان بلان او اوت اوف بلان. الباكلنج ده بيأثر على قيمه الاجهاد المسموح به اللي بالمناسبه اسمه هنا اف سي. بنجيبه ازاي يا باشمهندس؟ قال لك بنجيبه من العلاقه اللي موجوده في الكود دي، في رسمه في الكود كده علاقه بتربط ما بين الاف سي واللامدا، حيث اللامدا دي هي سلندرنس ريشيو، هي النسبه بين الباكلنج لينس اللي باكلنج على ريدياس اوف جيريشن اللي هو الاي سمول. طيب هتلاحظ ايه بقى يا هندسه؟ هتلاحظ ان احنا عندنا 3 جريد من الستيل، الستيل 37 و44 و52، في الجزء اللي فيه اللامدا صغيره من 0 لحد 100، كل واحد فيهم ليه معادله، ليه كيرف معين، ليه كيرف مختلف عن التاني، والثلاثه بيتلاقوا مع بعض هنا عند اللامدا ب 100، وبعد كده بيصيروا مع بعض في منحنى واحد او معادله واحده. فتيجي تشوف في الكود كاتب لك الاف سي يساوي 58 من 100 اف ييلد ناقص، افتح قوس، 58 من 100 اف ييلد ناقص 75 من 100 على 10 اس 4، الكلام ده مضروب في لامدا سكوير. ده القانون العام. في حالة ستيل 37 اف يلد ب 2.4 يديك ال 58 اف يلد 1.4 طن على سنتيمتر مربع، والرقم ده على بعضه كده يا شباب هيديك بوينت 4.065 في اللامدا سكوير. الكلام ده يا شباب بأكد لما تكون اللامدا أقل من 100، العلاقة الكبيرة اللي منها دي لما تكون اللامدا، لما أنت تحسب اللامدا تطلع أقل من 100 تقدر تعوض في القانون ده. فهو بدل ما تعوض في القانون الكبير ده، هو عاطي لك بقى في حاله ستيل 37 بتعوض في المعادله دي، ستيل 44 بتعوض في المعادله دي، ستيل 52 في المعادله دي، وهكذا. ده لما تكون اللامدا اقل من 100، لان كل واحد فيهم له معادله مختلفه عن التاني. لكن لو اللامدا اكبر من 100 يا شباب، الثلاثه مع بعض بيمشوا مع بعض كده، فالثلاثه بيجوا من معادله واحده. لو انت حسبت اللامدا في اي مساله سواء كان ستيل 37 او 44 او 52 وثلاث اقل من 100، فالاف سي في الحاله دي هتساوي 7500 على اللامدا سكوير. ده اللي احنا طلعناه يا شباب، بدل ما تدخل الكيرف وتقعد تطلع وتشوف وتقيس، هتقعد في المعادلات على طول. طبعا كل حاجه تبقى جيفن معاك في الامتحان. طيب ندخل على خطوات التصميم على طول، او قبل ما ندخل على خطوات التصميم، الجديد بالنسبه لك ازاي تحسب ال باكلين ان بلان واوت اوف بلان، دكتور محمد وضحها، واحنا ان شاء الله برضو هنشرحها في المثال ازاي نتعامل معاها. ريديس اوف جيريشن اللي هو الاي سمول زي ما احنا قلنا قبل كده في التنشن، مفيش جديد. طيب عشان حضرتك تعرف تحسب اللامدا وتشوف هي اقل من 100 ولا اكبر من 100، لازم يكون معاك القطاع عشان تقدر تحسب له radius of gyration اي سمول بتاعته. اذا لو مش معايا القطاع مش هعرف احسب اللامدا، فمش هعرف قيمتها هي اكبر من 100 ولا اقل من 100، مش هعرف احسب قيمه الاف سي. فبالتالي هي دي المشكله عندك، ان الالاوبل ستريس في الكومبريشن قيمه مجهوله مش قيمه ثابته زي التنشن. طيب تعال نشوف خطوات التصميم كده. اول حاجه بنفس الفكره، نفس الطريقه بتاعت التنشن، بتروح سيلكشن اوف سيكشن، اختار القطاع عن طريق ثلاث خطوات: ستيفنس كونديشن، كونستراكشن كونديشن، وستريس كونديشن. وبعد كده بتعمل تشيك، هيظهر معاك هنا تشيك جديد اسمه تشيك اوف لوكال باكلينج، بالاضافه طبعا للتشيك اللي احنا بنعمله اللي هو تشيك اوف ستريس. طب تعال نشوف بقى الاختلافات ما بين التنشن والكومبريشن. في حاله الكومبريشن يا شباب، اللامدا اللي احنا كنا بنقول زمان الا على الاي، المره دي بقى الا باكلينج على الاي سمول. الرقم ده لازم يكون اقل من 180، مش هنقارن ب 300 بقى زي الشد، لا هنا الموضوع اخطر، لان يعني بتولد عندك باكلينج ممكن يعمل لك قوه زياده او عزوم اضافيه انت مش واخدها معاك في الاعتبار نتيجه تحريك للسي جي بتاع العنصر عن او تحريك نتيجه ان الممبر بتاعك لو حصل له باكلينج السي جي بتاعه بيبعد عن الفورس، بيبقى في بينهم مسافه او سنتريستي زي ما موجود في الفيديو بتاع المحاضرة. طيب حضرتك لو المسألة بتاعتك كانت تو انجل باك تو باك، كان بيحصل لك لامدا حوالين المحور اكس، باكلينج يعني حوالين المحور اكس،
وباكنج حوالين محور واي، فيبقى عندك 2 لامدا. لازم تتأكد ان ال باكنج اكس على الاي اكس للزاويتين تكون اقل من 180 وتطلع من هنا القيمة للاي اكس. كذلك ال باكنج واي على الاي واي تكون هي كمان اقل من 180 وتطلع هنا القيمة للاي واي. وتأكد بعد ما تجيب القطاع ان الاي اكس للزاويتين اللي انت هتجيبها اكبر من القيمة اللي هنا دي، والاي واي اللي انت هتجيبها اكبر من القيمة اللي انت طلعتها من هنا. عشان ايه بقى يا هندسة؟ عشان ما يحصلكش باكلنج، عشان ما يحصلش باكلنج لازم تحقق الكونديشن ده. طيب تاني كونديشن، كونستراكشن كونديشن، تاني اختيار للقطاع زي التنشن بالظبط، ما فيش اي جديد، ما فيش اي اختلاف. كونستراكشن كونديشن هتقول ان ال A ناقص T المسافة دي لازم تكون اكبر من او يساوي 3 الفاي وتطلع قيمة لل A. طيب الاستريس كونديشن زي ما قلنا في التنشن يا شباب، كنت عايز اجيب مساحه فهتقسم الفورس على الاستريس، ديزاين فورس على الاف سي، افتح قوس. كنا بنضرب في التنشن في 1 و2 في 85% في 6 من 10. كنت بتضرب في 1 و2 لو مسالتك كيس بي، هنا نفس الكلام هتضرب في 1 و2 لو مساله كيس بي. كنا بتضرب في 6 من 10 لو المساله كانت انسيمتري زاويه واحده، نفس الكلام هنا. بس في حاله الكومبريشن بقى يا شباب مفيش 85%، مش هنضرب خالص جوه في 85% لو هي بولتد. هتقولي ليه يا باشمهندس مش المفروض ان في بولت وعملت فتحه؟ قال لك انت عملت فتحه على نتيجه انك هتركب مسمار، بس لما يركب المسمار هنا ويحصل قوه كومبريشن المسمار بيشيل معاك في الضغط لكن ما كانش بيشتغل معاك في الشد. فالمسمار قوي في الضغط يا شباب، فالمسمار ده اصلا هو كمان ستيل هيقفل الفتحه دي ويقدر يقاوم معاك عادي جدا. فكده المساحه الكليه هي اللي بتقاوم معاك، فمفيش هنا حاجه اسمها 85%. اذا هنقسم تحت على الاف سي في 1 و2 لو المساله كانت كيس بي، ده بفرض كانت كيس ايه، مش هنضرب، مش هنقسم على 1 و2. طيب لو مسالتك زاويتين مش هتضرب في 6 من 10، لكن لو زاويه واحده هتقسم في المقام على 6 من 10. نيجي بقى لقصه مين؟ الاف سي. الاف سي حضرتك في التنشن كان ايه؟ في التنشن كانت قيمه ثابته معروفه، لكن في الكومبريشن الرقم ده مش معاك لان انت مش معاك اللمدة، ما معاكش قطاع، ما معاكش انرشيا بتاعته تقدر تحسب له اللمدة وتشوف اللمدة اكبر من 100 ولا اقل من 100. فبالتالي الاف سي مجهوله. ده بعمل ايه؟ قال لك هنفرضها فرض وبعد كده نبقى نشيك عليه. بنتفرض رقم من 6 من 10 ل 9 من 10، ممكن تثبتها 7 من 10، بس ده فرض، ده مش حقيقي. انا فرض فرض عشان اعرف اجيب مساحه تقريبيه، فهفرض الاف سي ب 7 من 10 واعوض واجيب المساحه وادخل الجدول اختار قطاع. بعد ما تجيب القطاع بتعمل بقى التشيك، ده التشيك الجديد اللي عندك، خطوه التشيك اوف لوكال باكلنج. ايه بقى اللوكال باكلنج ده؟ يحصل الشكل اللي انت شايفه قدامك ده يا باشمهندس، يحصل تشوه في جزء من الزاويه مش في الزاويه ككل. لو كان حصل باكلنج للزاويه ككل ده اسمه اوفر اول باكلنج، ممكن يحصل امبلان واوت اوف بلان، لكن لو حصل في جزء صغير كده من القطاع ده بنسميه لوكال باكلنج. عشان ده ما يحصلش لازم تحقق الشرط ده، ان الاي او البي زي ما بتسميها في الجداول، الاي على السمك اللي هو طول رجل الزاويه دي على سمكها، يكون اقل من 23 على جذر اف فيلد. ده لو الزاويه بتاعتك ايكوال انجل زي ما احنا كنا شغالين في التنشن، الطول ده هو نفس الطول ده. في زوايا بقى ممكن نستخدمها في الكومبريشن، ممكن يكون في زوايا اسمها ان ايكوال انجل، الطول ده مثلا اسمه اتش، الطول الثاني ده اسمه بي، فهنا في طول اكبر من طول. في حاله الايكوال كنت بتقسم الطول على السمك وتقارنه ب 23 على جذر الفيل، لو اقل يبقى القطاع ده نان كومباكت، يعني مش هيحصل لك المشكله دي. طيب لو المساله بتاعتك كانت ان ايكوال انجلز، في الحاله دي ساعتها بتاخد الطول المتوسط اللي هو الاتش زائد البي على الاثنين، اتش زائد بي على الاثنين، ده الطول المتوسط هتقسمه على السمك تحت اللي هي التي، وتقارن بكام بقى؟ تقارن ب 17 على جذر الفيل. واضحه يا شباب؟ تمام. الاستريس كونديشن او الاسف اللي تشك في ستريس، في حاله اللي تشك في ستريس كل حاجه اكشوال. حضرتك معاك الاف ديزاين هتقسمها على الاريا اكشوال، تطلع الاجهاد الاكشوال تقارنه بالاف سي. انت بقى الخطوه دي بتعمل فيها ايه؟ انا بقى معيش الاف سي، انا كنت فرضه 7 من 10، فالمره دي انا هروح احسب بقى اللمدة وراح اشوف اللمدة اقل من 100، لو اقل من 100 يبقى راح احسب الاف سي. ده طبعا على اعتبار ان الستيل بتاعي ستيل 37 طالما اقعد في المعادله دي. طيب لو اللمدة اللي انا هحسبها دي اكبر من 100 يبقى راح اقعد في القانون ده عشان احسب الاف سي. طيب يا باشمهندس الاريا اكشوال بكام؟ الاريا اكشوال يا شباب لو مسالتنا زاويتين، لو مسالتنا زاويتين فدايما مساحتها هتساوي 2 مساحه الزاويه الواحده وخلاص على كده. طب لو مسالتنا كانت زاويه واحده، في الحاله دي هنسمي الاريا اكشوال اسمها اريا ريديوسد، بس مش هنحسبها زي التنشن،
اريا ريديوسد المره دي هتساوي 6 من 10 من الاريا بتاعت الزاويه الواحده، وخلصنا على كده. فيا اما المساله دي تو انجل، ساعتها تضرب المساحه اللي جبتها من الجدول في 2، يا اما المساله بتاعتك 1 انجل فهتضرب المساحه اللي جبتها من الجدول في 6 من 10. طيب خلصنا من القصه دي خلاص، ما عادش عندك غير الاف سي، وعشان اجيب الاف سي لازم اعرف احسب قيمه اللمضه. طيب تعالى نشوف اللمضه بتتحسب ازاي. لو مسالتك كانت زاويه واحده، اتفقنا يا شباب احنا عندنا محور يو محور في، محور في هو الصغير، فهتقسم ال باكتنج اللي مقطع عندك او اللي انت هتحسبها على الاي الصغيره اللي هي الاي في، طلع اللمضه تشوف اللمضه دي اكبر من 100. لو اكبر من 100 تقعد في القانون اللي تحت ده وتجيب الاف سي، لو اقل من 100 تقعد في القانون ده وتجيب الاف سي، وخلصت على كده. طيب لو كانت مسالتك زاويتين، قال لك خد بالك بقى، لو مسالتك زاويتين يا محترم، انت وانت داخل الجدول بتجيب اي اكس للزاويه الواحده او اي واي للزاويه الواحده، ده اللي موجود في الجداول، لكن اي اكس للزاويتين واي واي للزاويتين مش موجود في الجداول، لان الجدول اصلا جدول للزاويه الواحده. فانت لازم هتحسب دول عشان تعرف تحسب بقى لامدا اكس، هتقول لي ال باكتنج اكس على الاي اكس للزاويتين اللي هم اصلا مش معاك انت هتحسبهم، ال باكتنج واي اللي هو هيكون معطى او انت هتحسبه على الاي واي للزاويتين اللي هو برده مش معاك انت اللي لازم تحسبه. طب تعال نشوف الاي سمول اكس للزاويتين او الاي سمول واي للزاويتين بتحسبه ازاي. انت لما دخلت الجدول، دخلت الجدول بتاع الزاويه الواحده، هتجبت المساحه عشان هتحتاجها، وهتجيب الاي سمول اكس اللي هي في الجدول متسميه ار تحت محور اكس اكس، وهتجيب كمان الاي سمول اللي هي المسافه من السنتر لاين هنا كده لحد نهايه الزاويه، المسافه الافقيه دي بنسميها اي، وهتجيب اي كابيتال تحت محور واي او تحت محور اكس، هي هي. طيب اول حاجه يا شباب، محور اكس للزاويه الواحده اهو، والزاويه اللي جنبها اهو، والزاويتين اللي مع بعض ما اتحركش من مكانه، فطالما المحور ده ما اتنقلش من مكانه فاعرف ان اي اكس للزاويه الواحده هي هياها اي اكس للزاويتين، يعني القيمه اللي انت جبتها من الجدول هتفضل هي هي القيمه اللي انت محتاجها للزاويتين، مش هتتغير لان المحور ما اتنقلش من مكانه. طيب محور واي للزاويه الواحده كان هنا، للزاويتين مع بعض اصبح في النص، اتنقل من مكانه مسافه مقدارها اكس. طالما اتنقل يبقى لازم بقى نروح نحسب الاي سمول واي للزاويتين اللي هي بتساوي الجذر التربيعي الاي كابيتال واي على الاريا. لو انت عايز الاي واي للزاويتين يبقى تقسم اي كابيتال للزاويتين على الاريا بتاعه الزاويتين. طب انا عندي اي للزاويه الواحده، اذا لازم نحسب اي واي للزاويتين اللي هي بتساوي 2 افتح قوس الانرشيا حوالين محور واي للزاويه الواحده زائد الاريا في مربع البعد اللي هي اتحركته، مساحه الزاويه في البعد اللي هي اتحركته اللي هي المسافه دي اللي هي اسمها اكس. طب اس دي قد ايه يا باشمهندس؟ لو انت خدت بالك المسافه من السنتر لاين لحد نهايه الزاويه كان اسمها اي، هو ما وقفش عند نهايه الزاويه، هو مشى كمان مسافه اللي هي نص المسافه الصغيره البيضه اللي في النص دي يا شباب، اللي هي بنحط فيها سمك البليت اللي احنا هنربط بيه. فبالتالي اكس دي هتساوي الاي زائد نص سمك البليت زائد تي بليت على الاثنين. طبعا كل حاجه تبقى معاك. كل حاجه هتبقى معاك يا شباب من الجداول، الاي سمك البليد بيكون معطى في المساله، والاريا موجوده والاي موجوده، تقدر تحسب الاي كابيتال واي وتقسمها على مساحه الزاويتين 2 في مساحه الزاويه تحت الجذر وتطلع الاي سمول واي. حضرتك دلوقتي بقى معاك اي اكس للزاويتين، فتقدر تقسم ال باكنج اكس على اي اكس بتحسب لامدا اكس، وكذلك معاك ال باكنج واي هتقسمه برده على الاي واي للزاويتين تحسب لامدا واي. تاخد اللامدا الكبيره في دول، تاخد اللامدا الكبيره في دول تشوفها، لو اقل من 100 يبقى تعوض في القانون ده وتجيب الاف سي، لو اكبر من 100 يبقى تعوض في القانون ده وتجيب الاف سي وتقارن. بس كده يا شباب نشوف بقى، يلا مثال بيقول لك ايه. عندك ديزاين فورس بتاعتك 28 طن كيس بي المره دي، عشان نحل حاجه على الكيس بي كده ولا حاجه. تمانية وعشرين طن كيس بي، هاتلك ال باكنج اكس وال باكنج واي بتساوي 300 سنتي معطى، قالك استخدم السي 37 و يوز بولت ام 16 ان كونكشنز، قالك الكونكشن بتاعتك بولتد يعني، وقالك استخدم تو ايكوال انجل سمك البليد 8 مللي. اول حاجه شباب تعويض الاستيفنس كونديشن عشان نجيب قطاع ال باكنج اكس على اي اكس اقل من 180. في الحاله دي يا شباب مش هنعوض بقى عن اي اكس ولا اي في ولا الكلام من ده، نسيبها زي ما هي، هنسيبها زي ما هي. يبقى الاي اكس ده
هتطلعه وتنزل 180، حسبت الاي اكس، طلعت الاي اكس للزاويتين ما تقلش عن 1.67 سنتي. يبقى لما تجيب قطاع تاكد ان الاي اكس للزاويتين اكبر من الرقم ده. طيب كذلك اللامدا واي على الاي واي، اللي هي اللامدا واي ال باكنج واي على الاي واي لازم يكون اقل من 180، برضه هتطلع الاي واي وتنزل 180 وتعوض بال ال باكنج واي على درجه 300 وتطلع قيمه الاي واي. كونستراكشن كونديشن مفيش فيها اي اختلاف عن التنشن، هي هي. الستريس كونديشن يا شباب هفرض الاف سي ب 7/10، طبعا في 1 و2 المساله كانت كيس بي، تمام. اسيومد الاف سي خلاص، بتحسب مساحه الزاويتين بتساوي الفورس اللي عندك على الاستريس، ان احنا فرضناه ب 7/10، ما تنساش تضرب في 1 و2 عشان مسالتك كيس بي. طلعت المساحه دي مساحه الزاويتين، خد بالك انت تدخل الجدول بمساحه الزاويه الواحده فلازم تقسم على الاثنين. جبت مساحه الزاويه الواحده، دخلت اخترت قطاع تو انجل 100 في 10 زي ما الدكتور عرفك ازاي تدخل الجدول وتختار القطاع. تاكد بقى يا باشمهندس انت كنت محتاج مساحه 16، جبت مساحه الزاويه الواحده 19 و2، طبعا ضربت في 2 عشان مساحه الزاويتين فهي اكبر منها. الزاويه اللي انا جبتها 100 في 10 100، يعني الاي بتاعتها اكبر من 55 مللي، تمام. جبنا الاي اكس زي ما قلت لك، هطلع اي اكس للزاويه الواحده والاي والاي كابيتال واي، تشيك اللوكال باكلنج بعد كده بدايه التشيكات بعد ما جبنا القطاع. طبعا ايكوال انجل اللي بتقسم البي على التي تقارن ب 23 على جذر الاي فيلد، وطلع فعلا 100 على 10 ب 10 اقل من 14 و8، يبقى القطاع نون كومباكت، اذا مش هيحصل لوكال باكلنج. تشيك الاخير تشيك اوف ستريس. يلا يا شباب الاف اكشوال هيساوي ديزاين فورس على الاريا اكشوال. الاف او ديزاين فورس عندك ب 28 طن، الاريا اكشوال اللي انت جبتها من الجدول، انا جبت مساحه الزاويه ب 19 و2، طب هما زاويتين يبقى هنضرب في 2 يطلع الرقم ده 73 من 100 طن على سنتيمتر مربع. المفروض يكون اقل من الاف سي في 1 و2 لان مسالتي كانت كيس بي، لو طلع اقل يبقى سيف. طب انا الاف سي مش معايا ومحدش يقول لي ان انا واخد الاف سي ب 7/10، انا كنت فارضها لما ما كانش معايا قطاع، حاليا انا معايا قطاع فلازم احسبها اكشوال بكام. ماشي يا شباب، فاضطر ادخل احسب اللامدا اكس واحسب اللامدا واي واخد الكبيره فيهم اروح اجيب بيها اف سي. طب عشان احسب لامدا اكس هتساوي الا باكنج اكس على الاي اكس، الا باكنج اكس معطى ب 300، طب الاي اكس محور ما اتنقلش من مكانه، فبالتالي الاي اكس للزاويه الواحده اللي انا جبتها من الجدول هي هي بتاعت الزاويتين مع بعض اللي هي ب 3 و4 من 100، قسمتهم على بعض طلع الرقم ده 98 و68 من 100. طيب عشان احسب لامدا واي محتاج الاي واي للتو انجل، فبحسب الاول اي كابيتال واي زي ما عرفنا بتتحسب ازاي، وبعد كده تروح تعوض تحت الجذر اي سمول هتساوي جذر التربيعي الاي واي للزاويتين على مساحه الزاويتين، عوضت طلعت 4.43. اول حاجه بقى تتاكد منها كده ان لازم الاي واي للزاويتين دول يكون اكبر من الاي اكس للزاويتين، لازم الرقم ده يكون اكبر من 3.4 من 100، ده تشك بالنسبه لك لان دايما اي واي هتطلع اكبر من الاي اكس، عشان لو انت غلطت في حاجه تعرف تتدارك الخطا ده. طيب حسبت يا باشمهندس الاي واي، فاقدر اعوض بقى واحسب لامدا واي هتساوي ال باكنج واي على الاي واي، طلع 6 او 67 الكبير طبعا لامدا اكس، فده اللي احنا هنشتغل عليه. طيب الرقم الكبير ده اكبر من 100 ولا اقل من 100؟ اقل من 100، فبالتالي اعوض ده في المعادله بتاعت الاف سي اللي كانت اقل من ال 100، وما تنساش نضرب في 1 و2 عشان مسالتك كانت كيس بي. فحسبت الاف سي وضربت في 1 و2، طبعا اللمده دي هتشيلها وتحط مكانها 98.86 او 68 اسف، يطلع الرقم ده 92 من 100 طن على سنتيمتر مربع. الاف اكشوال اللي كان عندي كان 73 من 100، انا اقدر اشتغل كام؟ المسموح لي بكام؟ مسموح لي ب 92 من 100، يبقى طبعا سيف. طيب في خطوة أخيرة كده يا شباب اللي هي خطوة الديزاين اوف تايب ليد، طبعا الدكتور محمد وضحها في الفيديو وكده وعرفت ايه هو التايب ليد، انا برضو كاتب لك التعريف بتاعه هنا ايه تعريف التايب ليد وكده. برضو قبل ما نعملها نشرح لك الرسمة بتاعتها. الممبر بتاعك يا شباب مرسوم هنا ممسوك ببليد في البداية وبليد في النهاية، تمام. البليد بتاعك او الممبر بتاعك طوله ال، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو حصل قص عليه بقوه كومبريشن ممكن يحصل ان الزاويه دي يحصل لها باكنج لفوق كده لوحدها تتقوص لفوق كده، والزاويه الثانيه دي تتقوص لتحت كده، يعني ممكن لو تعرضت لقوه ضغط كبيره ممكن يحصل ايه؟ ان كل زاويه يحصل لها باكنج على حده، واحده تتقوص لفوق والثانيه تتقوص لتحت. طب انا مش عايز ده يحصل، فبحط بليت يا شباب بنسميه التاي بليت، بحطه في النص كده
وبربط الزاويتين مع بعض عشان يشتغلوا كوحده واحده. طيب يبقى انا حاطط البليت ده في النص دلوقتي، هروح احسب ايه بقى؟ اشوف ال ال ستار دي، هحسب المسافه اللي اسمها ال ستار، مش شرط تبقى في النص، ال ستار ممكن تبقى هنا او هنا او في اي مكان، مش شرط تقف لحد النص. ال ال ستار دي هو الطول اللي لو انا سبته بدون تربيط فعلا هيحصل المشكله اللي كنت بكلمك عنها، هيحصل مشكله الايه، ان كل واحد يتقوص لوحده، يحصل انديفيديوال لوكال باكلينج. طب انا بحسبها ازاي؟ قال لك انت عايز الزاويتين يشتغلوا كوحده واحده، فانت بتروح تجيب اللمده اللي انت كنت حاسبها للزاويتين، اللمده الكبيره ده كان بتاعت الزاويتين، انت عايزها تشتغل كايه؟ كوحده واحده، يعني تقريبا كده عايز تخلي المقاومه بتاعت الزاويتين مع بعض يكونوا قطاع كوحده واحده او كزاويه واحده، فبتساوي اللمده بتاعت الزاويتين بلمده زاويه واحده، لمده زاويه واحده بتساوي ال الباكلينج اللي هيحصل للزاويه الواحده اللي احنا سميناها ايه؟ الستار، على الاي الصغيره للزاويه الواحده اللي احنا كنا مسمينها اي في. حضرتك الرقم ده انت لسه حاسبه في المثال اللي فات، لامدا تربيع ده كان 98.68، هتضربه في الاي في تطلع قيمه ال ستار. ال ستار بتاعتك لو طلعت مثلا 200 سنتي، يعني اكبر من ال ال زي ما انت عارف المثال كان 300، لو ال ستار طلعت اكبر من ال على 2، يعني طلعت اكبر من النص لحد هنا كده، اه لو انا فضلت سايب المسافه دي كلها من الاول كده لحد بعد النص بشويه من غير تربيط، هيحصل لك المشكله اللي احنا خايفين منها دي. طب انا مربط في النص، اذا مش هيحصل، فبالتالي لو ال ستار عدت ال ال على 2 خلاص انا هستخدم بليت او تايب بليت واحد في النص. طيب لو كانت ال ستار دي يا باشمهندس وقفت لحد هنا كده قبل النص بشويه 100 سم مثلا قبل النص، ايه اللي هيحصل؟ ان انا لو سبت ال 100 سم دي او سبت ال ستار دي من غير تربيط هيحصل لك انديفيديوال لوكال باكلنج، وانا ربطت في النص ما عملتش حاجه. فقال لك في الحاله دي بقى نستخدم ايه؟ نستخدم اتنين تايب ليت، واحد هنا في التلت واحد في التلتين. فلو ال ستار كانت اقل من ال على 2 بتستخدم اتنين تايب ليت، ده التصميم بتاعه. هنرجع للمثال بقى، انت كنت حاسب اللامدا ماكسيمم ب 98 والاي في جبتها من الجدول 1.95، تضرب الاثنين دول في بعض يديك ال ستار طلع 192، يعني اكبر من ال على 2، فبالتالي استخدم تايب ليت واحد في الميد اثبات. بس كده يا شباب. طيب فكره جديده بقى كويسه، بقول لك ايه، هو انا لازم كل مره اديك كل حاجه واقول لك روح هات القطاع، ولا ممكن انا اديك القطاع ويقول لك استخدم تو انجل 80 في 8 روح احسب لي الماكسيمم كومبريشن فورس ذات كان بي كاريد باي ذا الممبر ده، ويقول لك ايه تو انجل باك تو باك، واعطي لك الباكلنج لينث الا باكلنج اكس بتساوي الا باكلنج واي بتساوي 300 سم، يقول لك استخدم زاويتين 80 في 8 والطول بتاعهم الا باكلنج اكس وواي بيساوي 300 سم، يقول لك عايز اعرف الفورس اللي فيها بكام. طبعا زي ما قلنا في التنشن طالما موجود معاك القطاع فخلاص انت هتدخل على خطوه مين على طول؟ اللي تشيك اوف ستريس، الخطوه اللي كان فيها قيمه الاف او بنعوض بيه الديزاين فورس اللي هو طالبها ده عشان نعرف نجيبها. طيب انا معايا القطاع فادخل الجدول على طول اطلع قيمه المساحه والاي كابيتال واي والاي سمول اكس والاي زي ما قلنا من شويه، وعرفنا ان الاي اكس للزاويه الواحده هي اي اكس للزاويتين معايا، وخلاص عرفنا ازاي نحسب اي كابيتال واي والاي سمول واي وبقينا شطار في الكلام ده. هتحسب لامدا اكس وهتحسب لامدا واي وتجيب اللامدا الكبيره تروح تجيب بيها اف سي. ليه عملت كل ده يا باشمهندس؟ لان حضرتك عارف ان الاجهاد الاكشوال بيساوي الان فورس او الديزاين فورس على الاريا، المفروض الكلام ده يطلع اقل من الاف سي. طب حضرتك عايز اكبر ديزاين فورس، ما هي الديزاين فورس دي لما تزيد الاستريس هيزيد لحد ما يساوي الاجهاد المسموح به اللي هو الاف سي. عشان كده حضرتك انا كنت بحسب كل الكلام ده عشان اعرف اوصل لقيمه الاف سي. حسبت الاف سي، حسبت الاف سي، لو ضربنا الاريا في الاف سي اقدر اجيب الفورس اللي الدكتور طالبها منك في المساله. واضح يا شباب؟ اتمنى يكون الدرس مفهوم وواضح، ولو اي حد محتاج اي حاجه او عنده اي مشكله في الكومبريشن يكلمني يا شباب. رقمي مع نادر، برضو اللي مش معاه الرقم رقمي 010 90 366 161، كلمني في اي وقت على الواتس، او حتى ممكن نعمل جروب للدفعه كلها على الواتس بحيث لو اي حد عنده اي مساله او اي مشكله نقدر نتواصل مع بعض ونحلها ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب.